أول إشي الواحد الإنسان لازم يحمد ربه على كل إشي، على السراء والضراء. بالنسبة لعكا، طبعا عكا بلد قديمة وبلد مصدر رزقنا طبعا على التجارة، إحنا أصحاب المحلات وعلى الناس اللي بتيجي عليها على السياحة. عكا من 7 الشهر لليوم عكا مشلولة، عكا بلد يعني ما فيهاش ولا إنسان، شبه مدينة الأشباح يعني. الحركة كتير مشلولة ونسبة المبيعات نزلت 90% إذا مش 95%. في بداية الحرب من 7 الشهر لليوم احنا فتحنا بس يعني بنعدوا على الأصابع من 5-6 أيام لست أيام، وطبعا بننزل بنقعد على الكرسي، كيف بنقعد كيف بنفتح كيف بنروح، مش عم نشتغل مش عم بنبيع لأنه مش عم بيجي ناس على عكا ولا من أي مجتمع عم بيجي، لا من المجتمع اليهودي ولا من المجتمع العربي. والسياحة طبعا انت عارف الأوضاع، طبعا فيش سياحة. ومصدر رزقنا هون كأصحاب محلات طبعا على السواح وعلى الناس اللي بيجوا عنا من على عكا من الكرة العربية من عرب 48. وفي هون سؤال يعني أنا حابة أسأله، أنتوا هون ضواحينا يعني عرب 48 في الكرة بطمرة المتلة تشفى عمر الناصر الشمال النقب الرملي يافت الأبيب، ليش مش عم بتزورونا؟ ليش مش عم تيجوا عكا؟ السوق في عكا كتير حلو، سوق شعبي، أسعارنا شعبية. هون فيش إشي، فيش خوف يعني. وعكا القديمة كلها عرب، أصحاب المحلات إحنا يعني عرب. فطبعا إحنا بدنا دعمكم المعنوي قبل المادي، طبعا الأرزاق على الله ثم عليكم. فإحنا بدنا طبعا دعم معنوي ودعم مادي على أساس إنه إحنا كمان ما نيأسش وما نبيعش محلاتنا. لما إحنا عندنا أجرات محلات كل آخر الشهر وبدنا ندفع أجرات محل وبنبيعش، فيش من وين ندفع. أنتوا عارفين إنه إحنا بعد فترة كانت كورونا، يعني عم نطلع من إشي بنفوت على إشي. فعشان هيك الأوضاع هون المادية والاقتصادية في عكا القديمة جدا سيئة وجدا جدا صعبة. أثرت عليكم كأصحاب محلات تجارية؟ أثرت علينا كتير يعني. يعني مصدر رزقنا إحنا من هذا المحل، يعني إحنا اليوم عم ننزل على المحل، أنت شايفني هون أنا من الساعة 8 الصبح هون لإسا. في أيامات عم بنطلع بس حق الخبزات وحق الطبخة، وفي أيامات بننزل بنطلعش حق الطبخة. يعني أنا آسفة جدا إنه أنا عم بصل لهيك وضع إنه أحكي هذا الإشي، بس هذا الواقع اللي إحنا عايشين فيه. إحنا بدناش حرب، احنا بدنا نعيش بسلام بامان، بدنا نعيش حياه طبيعيه، بدنا نعيش حياه طبيعيه كمواطنين، بدنا نعيش حياه طبيعيه. هل انتم كاصحاب محلات تجاريه بحاجه الى تعويضات ومساعدات للاستمرار بالعمل؟ طبعا اكيد. لما انا اليوم مثلا من 7 الشهر انا بدفع اجر محلات هنا ب 30 الشهر، لما من 7 الشهر لليوم انا ما اشتغلتش ما بعتش، فيش عندي مصدر رزق تاني. اذا احنا بنشتغل وبنبيع وبيجي عندنا زباين فبنقدر ندفع اجرات محلات، اذا بنشتغلش عايشين احنا عيشة الاول باول، يعني اول باول، يعني فيش عندنا مصادر رزق تانية. فاليوم احنا محتاجين طبعا بدنا تعويض، يعني الدولة مجبورة تعوضنا، يعني احنا قعدنا الحركة انشلت بسبب هاي الحرب. فإحنا بدنا تعويض مادي من الدولة، بدنا تعويض مادي نقدر إحنا ندفع الأجرات، ندفع الضريبة، ندفع الماء، ندفع الكهرباء. فغير هيك بقدرش أحكي، يعني هاي الحقيقة، هذا الواقع اللي إحنا عايشينه. شو كل الناس اللي يجي؟ طبعا تفضلوا لعنا، عرب الداخل، عرب 48، من المتلات، من النقب، من رملي، زورونا. احنا عنا هون محلات كتير حلوة، عنا بضاعة بتجنن. يعني اسا الكاميرا ممكن يمرق لكم شوية تشوفوا نوعية البضاعة. احنا مستعدين نعمل 50% تنزيل على كل بضاعة. القطعة اللي نبيعها بمين نبيعكم اياها ب50، نبيعها ب40، نبيعكم اياها ب20. تفضلوا تعالوا زورونا، على القليل دعم معنوي كمان. احنا نشوف ناس، يعني احنا كمان عم نيأس من القعدة على الكرسي كل نهار، مش عم نتحرك، عم بنحس النهار بمرق علينا السنة. احنا بدنا اياكم تيجوا تزورونا وتشجعوا البلد، تشجعوا اهل عكا القديمه. يعني بدنا المساجد تنتلي بالصلوات، بدنا البلد تنتلي، بدنا نسمع اصوات، بدنا نشوف حركه. تعالوا تفضلوا، عكا بلدكم. عكا قبل ما هي تكون بلدي هي بلدكم. الحركه التجاريه زي ما انت شايف كل المحلات مسكره، 99% من المحلات مسكره، فيش حدا عم بيجي على السوق، ولا عم نبيع ولا عم نشتري ولا اشي. منبسط منضب العادي، فيش حدا يعني، لا عرب ولا يهود. حتى العرب بطلت تيجي على عكا كمان، يعني بدل لازم يجوا يدعمونا، يجوا يطلوا علينا بعكا. يعني عكا بتشفي يا زلمه، ولا دكانه فاتحه ولا محل فاتح ولا عم نشتغل ولا اشي. يعني بدنا داعم، بدنا القرى، بدنا الاهالي القرى هاي كله يجي على عكا يدعمونا هون. يعني مش عارف شو بدي اقول لك. صرنا شهر احنا هون ولا بنفتح ولا اشي، ولا في بنبيع ولا اشي. انخفضت 99.9، يعني ده اللي اخوز واحد. فيش شغل، فيش اشي. قديش انخفضت نسبة المبيعات؟
فيش مش عم نبيع. شو مش عم نبيع؟ يعني اليوم احنا كنا نبيع كل يوم، نبيع اللي نبيعه، اليوم مش عم نبيع بست سبعمية شيكل باليوم. يعني لو الست سبعمية زبون لحاله بخدن. هل انتم كاصحاب محلات تجارية بحاجة لتعويضات ومساعدات للاستمرار بالعمل؟ معلوم، انا صار 44 سنة هون، يعني معلوم بدنا دعم. انا في عندي مصاريف، عندي بدفع كهرباء، بدفع كهرباء لحالة 8000 شيكل بالشهرين. انا مش مدخول من لسه بدي ادفع. انا يعني احنا شغلنا اليوم هوني مع العرب واليهود، احنا هون نشتغل. سامع؟ اسا بطل لا يجوا لا عرب ولا يجوا يهود. يعني اسا بلاش يجوا اليهود، بدهم يجوا بلاش، خلي دعم العرب يجوا لعنا القروية، يجوا على عكا يقوونا يعني، بس يعطونا نشاط مشان المحلات دل فاتحة. شيء متأمل احنا انه نطلع من هاي الحرب بأسرع وقت ممكن. زي ما انت شايف احنا صار قريب الشهر، للأسف انه عكا او كمدن مختلطة وبالذات عكا اللي بتعتمد على السياحة الخارجية، للأسف انه نزلت نسبة 80% 90% نسبة الزائرين على عكا، فهذا بيأثر على التجارة في عكا وعلى السياحة في عكا وعلى التجار اصحاب المصالح في عكا، لان للأسف الأغلبية مما بدأت اول يوم الحرب لسه مش عم بيفتحوا ولا يوم الا للشغلات المصالح الأساسية اللي بتخدم اهل البلد يومية. اما اللي بيعتمدوا على السياحة وعلى السياحة الخارجية للأسف مش عم بيفتحوا محلات، وهذا وضع او اشارة تدل بالضوء الاحمر انه الاوضاع احنا كل مالها عم ترجع لورا. وانت بتعرف التجار احنا ما صدقنا طلعنا قرطنا الكورونا على فترة صعبة وانتعشت السياحة شوي والتجارة شوي، للأسف اسا رجعنا لوضع اصعب من ما كنا فيه من الكورونا بكتير. احنا كمسؤولين تجار هنا وانا كان مركز منطقة عكا قعدنا مع البلدية وشركة التطوير وشركة الاقتصاد وحتى نعمل خطة إشفاء اللي تساعد التجار يقدر يطلعوا من هاي المحنة اللي موجودين فيها. وبعتنا مكاتيب ل يعني الخطة؟ الخطة إنه يساعدوا يعطوا منح أو قروض اللي بتقدر، أو دفش الأرنونة، إعفاء من الأرنونة، دفع المشاريع الأساسية. تعرف إحنا اليوم كمدينة مختلطة وعكا بتدفع دوبل عن القرى الأرنونة بالمحط أسعار المتر. يعني بحكيك أنا بقول بالقرى بدفع 30، إحنا بدفع 108 على المتر أو 200 شيكل من يقارب كذا. فرئيس البلدية استجاب معنا، بعتنا مكاتيب، نستنى إن شاء الله. طبعا بيعطوا خطة الإشفاء بيعطوها للكل، بس إحنا كمدن مختلطة أو كعكا كمدينة مختلطة هي اللي بنحس فيها أكثر، إحنا أكثر ناس، لأنه عنا مصاريف زائد هاي اللي إحنا ما بنقدر نتحايدها أو نتفشى على كيفنا إلا بأمر من البلدية أو من الحكومة. حسب رأيك المحلات التجارية في سوق القديم في عكا تحديدا بحاجة إلى تعويضات ومساعدات للاستمرار بالعمل؟ ضروري، قلت لك خطة إشفاء، هي خطة إشفاء هي اللي تعطي إعفاءات، فاهم كيف؟ وإذا فيش إعفاءات تعطي تجميد المصاريف هاي الزائدة حتى نقلت الحرب، حتى تقدر المصالح ترجع تقبض، أو يعطوها حتى طلبنا كمان بقروض من غير فائدة كذا اللي يقدر صاحب المصلحة يقلط هاي الفترة العصيبة اللي احنا عم نقلط ومش عارفين لوين رح، فيش إلا يعني إلا مش عارفين النهاية تاعتها لوين، مش مبين بالأفق. عندك تقديرات كداش انخفضت نسبة المبيعات في المحلات التجارية؟ نعم، انه بدر يعني بالعام يعني بالاوضاع الاقتصاديه نزلت حوالي نسبه كبيره، بس بعكا انا عندي بقول لك نزلت حوالي 80-90% نزلت نسبه الاقتصاد والشغل في عكا، لانه برجع بقول لك ان عكا تعتمد على السياحه الخارجيه اكثر من الداخليه، مش زي بالقرى. ونتامل ان شاء الله احنا نقلط هالفتره باسرع وقت ممكن، والحكومه تتجاوب معنا وتلاقينا تعمل لنا خطه اشفاء، لانه للاسف اذا الحكومه ما ساعدت ما عوضت المصالح بالمصاريف او المدفوعات الزائده، فللاسف عندنا ملام مصالح راح تسكر او تعلن افلاسها. في يعني مصالح تجاريه سكرت لحديت اسا ما فيش مصالح، ما فتحتش ابواب مصالحها من اول يوم الحرب، ما فتحتش ابواب مصالحها، بس تقدر تعرف اليوم من اغلب المصالح اليوم او المصانع اللي عندها عمال عندها كذا او مصانع عندها بتنتج جاي اللي عنده مصاريف زائدة اللي تقدر توقف فيها، لما فيش عنده دخل ولا شيكل كيف بده يقدر يدفع ال 100,000 شيكل مثلا عليه او ال 20,000 شيكل؟ فاحنا بنتامل ان شاء الله ان الحكومه اول شيء تستجيب لهي الشغله، يكون عندها خطط اشفاء اللي تقدر تساعد التجار يقلطوا بهي المحنه. وللناس طبعا. القرى المجاوره للمدينه. نعم، كل القرى المجاوره، عم بحكيك احنا لما طلبنا مش طلبنا بس لعكا، طلبنا باسم الكل اللي يقدروا يعطوا باسرع وقت ممكن، انه في وافقوا اسا على خطه الاشفاء، بس هاي ما بتكفي.
ايش قصة اللي يعطوه ما بكفي لصاحب المصلح، في عنده أجار المحل، عنده أرنونة، عنده مصاريف زايدة، عنده مفتوحية، عنده شغلات احنا بندفعها اللي بالقرى ما بيدفعوها.